رأيت في إحدى المواقع الأخبار امرأة تخبر بالمستقبل وما سيحدث، فقراءتي لهذا الكلام هل آثم بذلك؟ اي نعم، لا تطلع على هذه الشبكات وهذه، ربما تتأثر بها أو تصدقها، ابتعد عنها، عافيك الله منها وأخرجها من بيتك، لا تتركها في بيتك، هذه مثل النار، لا تركتها في بيتك تحرق. نعم.